رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن واقرأ وحرك نشوة الإيمان وعى القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه وابرز وكن من حامل القرآن. هم في الأناس مثالهم أترجة فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة إشعاعهم متجدد اللمعان. ما خاب من كان الكتاب إمامه نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره درب الهداية واضح التبيان. يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. غابت به وزهت بنبت زروعه حسنا وآتت أكلها بتداني. لو كان أنزل فوق ضود شامخ لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن 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 فارفع قدره واصل خطاك على هدى القرآن. هونا فسير في الأرض لا تعجل بها ما أنت للتقصير والهذيان. من عباد للمهيمن طالما باتوا قياما دامع الأجفان. يدعون ربهم ليصرف عنهم مرأى جهنم ألسن النيران. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان. يا حامل القرآن يا شبل الهدى انهض إلى العليا بغير تواني. واصدح بصوتك تاليا ومرتلا واقرأ وحرك نشوة الإيمان.